الجيش الوطني الشعبي يسعى بخطى ثابتة في سبيل تحقيق التطلعات وكسب الرهانات عن طريق انتهاجه لاستراتيجية واضحة المعالم لبلوغ أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة العملية لأفراده. بفضل الفراسة والرؤية الحكيمة للقيادة العليا الحريصة على تكوين جيش احترافي وعصري يرقى إلى مصاف الجيوش العالمية الحديثة. تسهر قيادة الجيش الوطني الشعبي على تطوير وعصرنة منظومة الأسلحة المتخصصة في التدخل وتدعيم وحدات النخبة بتجهيزات ومعدات حديثة تسمح للأفراد أداء مهامهم بمهنية واحترافية، وتسهل تنفيذ العمليات الخاصة التي كانت في وقت سابق تعتمد على الوسائل الذاتية للمقاتلين بصفتها وسائل حربية. وتعد منظومة السلالم مارس والتجهيزات المقتنة حديثا من الوسائل التي ستساهم في تطوير عمليات تدخل الأفراد في المهمات الصعبة والخطيرة وتزيد من فعاليتهم، وكذا توفر الحماية لهم وتقلص الخسائر إلى أبعد الحدود. تمارين تطبيقية يومية متواصلة باستعمال هذه التجهيزات الجديدة وفقا لبرامج ومناهج مدروسة، وهي تدريبات تعزز قدرة تحكم الأفراد في الوسائل المتاحة وتبرز مدى التنسيق التام بين المقاتلين المتدخلين في الواجهة والقناصين الذين يتميزون بالدقة في إصابة الأهداف باستعمال معدات عصرية. لهذا الغرض تنفذ هذه النخبة في الجيش الوطني الشعبي مثل هذه التمارين لتدريبهم على أساليب استغلال التجهيزات الحديثة استغلالا أمثل تحسبا لاستعمالها في المهام الحقيقية. فهذه التدريبات ترفع من درجة جاهزيتها وتزيد في قدراتها القتالية وبلوغ أعلى مستويات الاستعداد لتنفيذ المهام الخاصة. تمارين تحرير الرهائن تظهر قدرات كل المتدخلين ومدى احترافيتهم في مجابهة أعقد وأخطر المهمات، خاصة مع تنامي الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية التي تهدد أمن وسلامة البلاد باستعمالها أساليب الاختطاف واحتجاز الأشخاص كرهائن. سيناريوهات متنوعة تتدرب عليها هذه القوات كاقتحام البنايات والعمارات داخل المدن ووسائل النقل المختلفة والمنشآت الاقتصادية الهامة. وقد حضرنا تمارين خاصة بعملية تحرير لرهائن كانوا محتجزين داخل حافلة لنقل العمال من طرف مجموعة إجرامية مسلحة. العملية نفذت بفعالية وسرعة فائقة باستعمال عربتين رباعية الدفع ومنظومة سلالم الاقتحام القابلة للثنية المعدنية مارس. تمرين آخر لاقتحام مبنى احتجزت مجموعة إرهابية سكانه، وبعد دراسة الموقف وتقسيم المهام على الأفراد وتجهيزهم بالمعدات والأسلحة اللازمة وضعت خطة محكمة لتنفيذ عملية الاقتحام على كل الجبهات باستعمال طائرة مروحية وإسناد عربتين مدرعتين وثلاث منظومات سلالم الاقتحام القابلة للثنية المعدنية مارس تحت حماية القناصين.
هذه التدريبات المتواصلة أبرزت مدى تحكم الأفراد في الوسائل والتجهيزات المتطورة والمعدات المتاحة، وثمنت جاهزيتهم القتالية العالية في تنفيذ مثل هذه المهام الحساسة بكل احترافية ومهنية، حيث أثبتوا هؤلاء البواسل قوة وصلابة قوات الجيش الوطني الشعبي، وحققوا تطلعات القيادة العليا الحريصة على تكوين وتجهيز أفراد وحدات النخبة قادرين على تأدية مهامهم بكل تفان وإخلاص ليكونوا خير حماة لهذا الوطن المفدى، ومستعدين في كل الأوقات بأن يهبوا أحهم فداء له حتى تبقى الجزائر شامخة معززة ومكرمة. كان شباب واعي وشباب يضحي من أجل البلاد وشفناه في الميدان. Audio Jungle.